السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا العرض التقديمي لكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي. الكلية هي واحدة من 7 كليات المشكلة لجامعة محمد الصديق بن يحيى بمدينة جيجل. تعتبر كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي وحدة تعليم وبحث متعددة التخصصات، تضمن على الخصوص التكوين في التدرج وما بعد التدرج وترقية نشاطات البحث العلمي ونشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف. تتشكل من 4 أقسام رئيسية هي: قسم الفيزياء، قسم الكيمياء، قسم الرياضيات، قسم الإعلام الآلي. توفر الكلية عدة عروض للتكوين في ميادين وتخصصات مختلفة، ابتداء من طور الليسونس مرورا بالماستر ووصولا إلى الدكتوراه. يدرس بكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي 2156 طالب، منهم 5 أجانب موزعين على كافة الأقسام والاختصاصات. يضمن التأطير البيداغوجي والإداري بكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي 331 موظفة موزعين على كافة الأقسام والمصالح. تحتوي كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي على العديد من المرافق البيداغوجية، تتوزع بين مخابر ومدرجات وقاعات للأعمال الموجهة وغيرها من المرافق. كما تضم الكلية 10 مخابر بحث في كل التخصصات. وتضم مكتبة الكلية بين رفوفها 8116 عنوان بمختلف اللغات وفي جميع التخصصات. الطاقم الإداري والبيداغوجي للكلية في خدمتكم، ولمزيد من المعلومة رجاء التواصل معنا. جميع عناوين الاتصال الخاصة بالكلية تحت تصرفكم.